سي عاد جمهور الكلوب عملنا استفتاء لي كلوبيست دونك اختاروه مير جور نتاع طرح جيبس. هذه ما تنجم تكون كان بادره باهيه ولو انه قام بواجبه ومازال مش يقوم بواجبه دونك تنجم كان تفرح وتفرح الاطار الفني ككل وتفرح الملاعبيه اصحابه وهذه ما تنجم كان تزيد تحملوا اكثر مسؤوليه باش يكون في مستوى الحدث في كل مقابله يخوضها كسوسوا هو ولا زميله عاطف دونك اهم حاجه بالنسبه لنا انهم يكونوا ديما في اتم الاستعداد باش يدافعوا على الوان النادي باش يشرفوا المليون اللي لابسين ويقدموا الاداء اللي لازم يقدموه وكيك بقدره ربي نضمنوا معناه اكثر ما يمكن من حظوظ النجاح على مستوى النتائج ويعطيهم الصحه تتفاصل اللي خموا فيه تعرف الظروف اللي مر بها فاروق السنه الفارطه كانت ظروف يعني قاسيه شوي تعب سورتو على المستوى النفسي جو بونس اللي السنه لقى المساند من جميع الاطراف سواء بوبليك ولا هيئه مديره ولا اطار فني وتحس اللي الولد معناها قاعد يتحسن من ماتش لماتش انا بيرسونيلمون ما زلت ننتظر منه خير من هكا ما زلت ننتظر منه اكثر خاطر نعرف حقيقه امكانياته سي كيلكان اللي عنده بوكو دو بوتونسييل سواء هو ولا زملائه الاخرين دونك جو بونس اللي في قادم الجولات نشوفوا فاروق خير حتى من تو ان شاء الله ميرسي بيان ربي يفضل قيس جمهور الكلوب اترافير لالي كلوبيست قال فاروق ماير جوار في الطرح نتاع جيبس اسكو بيلانتي والا حاجه اخرى مرحبا صعب لي كلوبيست عودتنا ديما قريبه للملاعبيه وقريبه للستاف بارك الله فيكم في الاوقات هذه في حاجه احنا البرشا دعم باش نزيدوا جونا يكون احسن اختاروا هما فاروق وي جو سوي بور فاروق ايتي ديسيزيف كان دخل الكره هذيك كان نجم الماتش يمشي لشير اخرى وتبعاته تكون صعيبه ونعرفوها نادي الفريق فريق ديما تحت الضغط ومطالب ديما يربح اطراحه الكل فاروق وين كان وين اصبح نعرفوا اللي جاي من رحله بعيده برشا نشكروه لكن نطالبوه انه ياكد واللي وصل له فاروق اليوم سي جراس زملائه اللي ترينا معهم غيث ليفرني وخاصه عاطف الدخيلي قاعدين يعملوا في منافسه كبيره يخليه هو يعطي اكثر ما عنده اي بيان سور ما نجموش نساو سي عادل بن زويت اللي دوبوي اللي خذا لي تروا غارديان نتاعنا فوار لي كاتر قاعد يخدم في خدمه ان شاء الله قاعده تظهر توا ان شاء الله كل ماتش نلقاو فاروق وغير فاروق باش يعطيونا لي تروا بوان ميرسي بوكو ميرسي بيان فاروق جمهور الكلوب عن طريق لي كلوبيست اختاروك مير جو نتاع طرح جيبس مرحبا بكم ومرحبا بجمهور الكلوب الكل الحمد لله يا ربي كيما قلنا رجعت من بعيد خدمت على روحي جاي سي عادل معناتها اونترنور دي غارديان غني عن التعريف خدمت معاه قبل قاعدين نخدموا على روايحنا والحمد لله يا ربي ربي يرضى الوالدين ونشكر الاطار الفني اللي رجع فيها الثقه نشكر زيد سي عادل اللي قاعد نخدموا معاه بالكدا نشكر زيد زملائي عاطف وغيث مع ميهاب الحمد لله يا ربي ان شاء الله نكمل هكا ليسونسيال مازلنا ما مشي توا مازلنا برشا ماتشات تستناو فينا وربي معانا بالنسبة للبيلانتي فاروق وقت اللي جيت شنو فاش خممت وكيفاش شديتها وبعد ما شديتها شنو كان؟ لا شوف معناتها بيلانتي ديما تقعد معناتها شواء نتاع غارديان اخترت من الأول شفت جوار غوشي اخترت باش نتلاوح من غادي ووفقنا ربي تروا بوان عاونت صحابي وإن شاء الله ديما هكا إن شاء الله بالتوفيق فاروق عايشك